حاجة تانية الحقيقة انه انا قررت ان تمويل هذه التجربة من نفسها. يعني مساعد حد يرجع لحسابات روزا اليوسف، هذه التجربة لم تكلف روزا اليوسف مليما منذ بدايتها. كان روزا اليوسف بتدفع 10,000 جنيه اعلانات للتلفزيون وبتبيع 4,000 نسخة، نسخة ب 50 قرش، شركة توزيع بتاخد 35%، يعني أقل من ال 10,000 جنيه اللي بيجوا من على بتاع. أنا قلت ادفعوا الفلوس دي كلها للناس. ال 10,000 جنيه يروحوا للتحرير. ودي أول 10,000 جنيه راحت للتحرير. أحد مشاكلنا في المؤسسات الصحفية إن أنا بدفع ملايين الدولارات للماكينات حديثة، بغير سيستم الطباعة، بغير سيستم الجمع، بغير سيستم شبكات التهوية، آخر ناس بتعامل معهم وبحط لهم اهتمام هم الصحفيين. كانت المدير التحرير بياخد فروز اليوسف مش عارف 500 جنيه ولا 200 جنيه ولا حاجة كده، 50 جنيه و 30 جنيه وبتاع كده. فكان ارتفاع مستوى تحرير الناس لدرجة أنه كل ما كان التوزيع يزيد كل ما برفع سعر الجرنان، في الوقت اللي بقيت المجلات المشابهة بحافظ على سعرها. يعني في الوقت اللي أنا وصلت بالمجلة الاثنين جنيه كانت المجلات الثانية بخمسين قرش. في نفس الوقت كنت باخد نسبة من بقلل نسبة شركة التوزيع، يعني أول من 25% 20% 15% 12%. وفي نفس الوقت هو كسبان لأنه مضاعفة السعر يعني تخليه كسبان مع عدم المساس بنسبة الراجل بياع الصحف نفسها. الزمن تبدل أستاذ عادل. الزمن تبدل. الزمن تبدل. لكن يعني من الممكن ان انت بالقطع، يعني اقدر اقول لك طبعا انه التجربة التي حدثت في روزا اليوسف قد انتهت تماما، تأثيرها مش موجود حتى لو كانت لا تزال ممتدة شكلا يعني. لكن الصحافة المصرية في حاجة الى تجربة جديدة. اول كتب حضرتك كان اسمه انقلاب في بلاط صاحبة الجلالة. لا ده تاني كتاب، كان أول كتاب اسمه فصحى السينما المصرية. كان ترجمة لكتاب عن عملته ناقدة ألمانية عاشت في مصر اسمها إريكا ريشتر، كان عن صلاح أبو سيف والمجموعة الواقعية. الكتاب التاني كان عن انقلاب في بلاط صاحبة الجلالة. ده كان حملة صحفية. أنت شايف إن الصحافة دلوقتي محتاجة انقلاب جديد يعني؟ محتاجة إلى تفكير جديد. الصحافة ليست مهنة مصرية ولا مهنة عربية، إنما هي مهنة أجنبية، سواء كانت بدأت في إنجلترا أو تألقت في أمريكا، وأنت عارف أمريكا أكتر مني. هتلاقي حاجة مهمة جدا، هو مين أهم الأخبار اللي احنا بنتداولها ويتداولها؟ مش بتطلع من نيويورك تايمز وقتي؟ أكيد. طيب بتطلع من الواشنطن بوست؟ بيتعمل فيلم عن الواشنطن بوست؟ بيتعمل فيلم عن المجلة الصحفي؟ الأرشيف الصحفي بقى بيتحول لأفلام أصلا. أدي واحد.